لقد استقر الرحال اليوم في مدينة القيروان بدولة تونس، ولا أحد يذكر مدينة القيروان وهي عاصمة تاريخية من العواصم الإسلامية الكبرى دون أن يتحدث عن شيئين فيها: الجامع الكبير جامع عقبة بن نافع، ومقام سيدي الصحبي بلهجة أهل تونس، أي مقام الصحابي أبو زمع البلوي. مقام سيدي الصحبي يقصده كل من يزور المدينة لأغراض مختلفة، فنسبة كبيرة تأتي من أجل التبرك والدعاء، ونسبة أخرى تأتي من أجل السياحة واستكشاف المعمار والمكان. وأهالي المدينة وسكانها لا يفوتون مناسبة دينية أو اجتماعية دون زيارة المقام. وما يلاحظه الزائر إلى مقام السيد كما يسميه كذلك أهل القيروان هو كثافة الزيارة من مختلف الطبقات الاجتماعية والمستويات الثقافية للتبرك والدعاء وحضور المناسبات التي تقام في هذا المكان. هو الصحابي الجليل أبو زمع عبيد بن أرقم البلوي، شهد بيعة الرضوان مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وشهد فتح مصر مع عمرو بن العاص، ودخل إفريقيا تونس حاليا فاتحا في جيش معاوية بن حديك في عهد خلافة عثمان بن عفان، واستشهد في جلولة التي تبعد قرابة 30 كيلومترا عن مدينة القيروان، وذلك في معركة ضد البيزنطيين عام 34 للهجرة.